يا صباح الخير. نحن هلا ببحيرة أبانت جولو بمدينة بولو بتركيا. اجينا ضلينا بأوتيل منظر بوتيك أوتيل ليلة تقريبا ب $40. عملنا فطور هنيك. صباح الخير. هاي بيض بجبنة بمربيات. هل هذا الفطور التركي اللي بيسموه سيرتني كهضلتي؟ هاي آخر مرة بنشوفه بتركيا، مو آخر مرة، هاي السنة آخر مرة بنشوفه بتركيا. راح يصير بيجيبوا لك وأنت بتنقي اللي بدك إياه، واللي ما بدك إياه ما بيحطوه. السبب انه عم يصير اتلاف للاكل تقريبا 1 من 3، يعني تقريبا 35% من الاكل عم يروح للكب. رح يلغوا موضوع السيرت مكافلته. رح يكون انت بس تجي بتختار طبق معين او بتختار احد هاي الصحون وبقدموا لك اياها. هيك افضل طبعا، افضل رح تخفف بالاسئله. هلا رح نعمل نحن الفطور تبعنا ونروح نفطر مدينة بولو. بعدين اجينا على هاي البحيرة، كتير قريبة على البحيرة اصلا الاوتيل، تقريبا 10 دقائق بالسيارة. اجينا نتفرج على بحيرة ابانت، في هيك طريقة عاملينه بتمشوا عليه وبعدين بتوصلوا مطرح كتير قريب على البحيرة. رح ناخد كم صورة هون ورح نتمشى بالسيارة لانه برد كتير، وهلأ مسموح نتمشى بالسيارة. لا بالعادة بالصيف اذا في كتير عالم يمكن ما بيسمحوا تفوت السيارات، بس هلا راح نمشي بالسياره لانه برد كثير، ابرد من المدينه تقريبا ب4-5 درجات، والمنطقه كثير كبيره، يعني تقريبا بدنا يوم كامل لنفتل. اذا ما بعرف اذا مبين هلا بحيره كبيره كثير ما شاء الله. اليوم عم نستكشف مدينه بولو، طبيعه مدينه بولو، لانه هي تعتبر من اجمل المدن بتركيا كجمال طبيعه. فراح نتمشى ونتفتل ونستكشف ببولو، وهلا راح نروح نعمل دوره حوالين البحيره بالسياره وناخذ كم صوره. أنا هلا مستعد أتمشى قد ما بدون هلا. بالمناسبة الدخول على هاي الحديقة بالسيارة 33 ليرة، تقريبا $2.5. أحلى شيء إنه في ناس جايين عم يعملوا نزهة وعم يفطروا هون بهالبرد. أنا إيدي صاروا يجعوني من البرد، الناس جايين عم يفطروا هون وقاعدين بدهم يعملوا بيكنيك. عم أتفرج بس من السيارة غالبا. هذا هو الطريق اللي عاملينه للمشي. فبعد ما عملنا لفة حوالين البحيرة بالسيارة، في مطرح نصف السيارة هون ونجي على قهوة عاملينا على البحيرة دوري، فاجي نشرب فنجان قهوة ونكمل رحلتنا ببولو. حتى هلا الجو عم يتحسن، يعني الجو أحسن. إيه أحسن من قبل ساعة، كثير كثير برد كان، هلا شوي أحسن الجو. قبل شوي جوعني إيدي من البرد. فهي هي القهوة هون، هي قهوة أبانت. أنا غيرت رأيي بأنه الجو تحسن. كنا بمكان يمكن الشجر عامل دروة، عامل دفا، بس هون برد هلا رجع. خلينا نشرب قهوة ونهرب. يعني ما خرج بالشتاء أبدا. أبدا، الشتاء ما عاد نجي لهون. هاي الكافيه طلعت هي تابعة للأوتيل، أوتيل أبانت الكبير. فإجينا طلبنا فنجان قهوة وقعدنا نشرب من القهوة على منظر البحيرة. القهوة التركية دائما بيقدموا بجنبها شوكولا ومي. فزولف بحطوا مع القهوة التركية، بحطوا قطعة شي حلو، هو بالعادة بيكون الحلقوم أو اللوكوم بالتركي، ما كاست ماي. احذروا ليش واكتبوا لي بالتعليق. مبين شيء هيك. وين نحن هلا؟ جولجوك بارك. جينا هلا على جولجوك طبيعة بارك اللي فيها هذا البيت اللي كثير مشهور.
هذا البيت هو مركز للدولة بس ما عرفنا بالضبط شو هو، بس هو أحلى شيء بهذا المكان مع هاي البحيرة، وهون في طريق لتمشي هلا عم تمشى حوالين البحيرة. هلا بولي أكتر شيء مشهورة هي بطبيعتها وبالأماكن الحلوة اللي ممكن تتمشوا فيها. نحكي عن القهوة التركية، في كمان أحد العادات اللي بتخص القهوة التركية إنه لما يروح العريس ليطلب إيد العروس تحضر له العروس قهوة، بس بتحط له فيها كل شيء بهارات عندهم من البيت، يعني بتحط له فلفل، ليمون، ملح، بتحط بتكتر مثلا ونص بكون ملح وفلفل وكتير شغلات هيك، يعني بتطلع مقرف القهوة، ولازم لما يشربها يشربها هيك وانه ينبسط وهو عم يشربها ويشربها كلها. هي بتقدم بصينية خاصة بس للعريس. ايه، واذا ما شربها قال بيكون هو ما راح يتحملها وما راح يصبر عليها، اذا شربها بيكون هو راح يتحملها ويصبر عليها. فهاي احد عادات القهوة كمان، غير انه بيقدموها مع مي وراحة. وطبعا لازم لما يروح العريس العروس هي اللي تحضر له القهوة. رح احط لكم فيديو من وقت رفيقي هارون حضرت له اياها اللي هلا هي زوجته فندق. شوفوا هالمقطع. كلها؟ لا، شرب شفي. شرب شفي. اصلا tuzluğu falan koymadı ya, tuzluğu. Hadi hadi hepsini. Tatlı mı? O kadar. Tansiyonu yükseltecek. İnsaflı davrandı. Tamam, yeter. Hayır. Yetir abi, yetir. Yetir abi. Hayır, bu hayra bıtsayır. بالشتاء بتجلد وبصير فيها طبقة جليد فوق. فكاتبين هون انه ممنوع تمشوا على خطير وممنوع تمشوا عليها غير قانوني، بس كاتبين على جوجل ترانسليت كاتبين ترجمينها. شايفين هذا على وش المي تماما، يعني اذا بيرتفع منسوب المي شعره بيغرق. بالمناسبة هاي الحديقة حديقة جولجيك أصغر مني بسنة، افتتحوها ب 1991 كان عمري سنين. يحضر حرق النار. فبتركيا هذا مبدأ إنه يكون في بحيرة وحواليها طريق للمشي موجود كتير، حتى بأنقرة موجود بأيمير جولو، اللي موجودين بأنقرة بيقدروا يروحوا على أيمير جولو. هنيك فيك تستأجر بسكليت وتمشي بالبسكليت حوالين البحيرة. فالمبدأ إنه منه بتتمشى ومنه بيكون في حواليك مناظر. فكرة كثير حلوة. طبعا من أحلى الشغلات اللي بشوفها وأنا عم سافر بتركيا هي إنه بكل مكان في جامع أو مسجد. فمثل هاي الحديقة لأنه بعيدة شوي عن المدينة وبعيدة شوي عن الجوامع، فبتلاقوا عاملين مسجد صغير هون، مكان عبادة. وهذا الموضع تبع المسجد. أشوف من جوا إجا. هذا الجامع من جوا. فهو أكثر من مسجد، هو جامع حسين، حتى ممكن تصير فيه خطبة الجمعة هون. طبعا هون في كمان اماكن بيعملوا منقل بغض النظر عن كيف تركينا الناس، بس هون انه اماكن ليعملوا فيها منقل وحتى مسكرينها ببلاستيك مشان ما يفوت هواء كثير ويكون برد. وهذا كان فيديو لليوم، بتمنى اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك، واذا حابين نشوف فيديوهات ثانيه مثل هاي لا تنسوا تعملوا سبسكرايب. بترككم بامان الله. سلام سلام.